هعمل لكم كبده تشتغل ضاني، تشتغل اي كبده يعني، ممكن ضاني هايل طبعا، بتلو لو موجوده طبعا تبقى حلوه قوي، بقري وتتقشر هايله. طيب تعالوا نعمل بقى الحدوته دي، هنعمل ايه بقى؟ معايا كبده هتقطع زي الشاورما كده يعني، سلايسز كده صغيره رفيعه، وبعدين معايا توم مفروم وكزبره خضراء، كزبره ناشفه وكزبره خضراء، وزيت زيتون وفلفل حار وخل عنب احمر، المرحله الاولى مع الكبده. وبعدين بجيب بصل متقطع جولينات كده، واحطه مع زبده وسكر على النار لغايه لما يشف، اضيف العصير واوطي النار واغطي واقلب كتير 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 مع شويه جوز الطيب لغايه ما الدنيا تتقطع كارمل. اوكي، وبعدين معايا كمان العصير، بنتكلم في عصير البرتقال. اوكي، وبعدين بطاطس بعملها بيوريه يعني، بسلقها بهرسها وبحط عليها زبده وكريمه ولبن وتتخلط لغايه ما تنعم كده وتبقى لطيفه، واقفل الشغل. هنعمل ايه بقى؟ الاول هنحط شويه زيت هكذا، زيت زيتون كويس، واخلط الكزبره مع الكزبره مع الثوم، نخلطهم مع بعض. اوكي، هنخلي الكزبره عشان ناشفه تتخلط مع الثوم المفروم عشان عايزه يطلع الزيوت بتاعته، وابتدي احمر الكلام ده في زيت الزيتون. خلاص، شوية ملح وشوية فلفل، ونحط الفلفل الحار. اوكي، ونقلب. ماشي، احط بقى الكبده يا دوبك دلوقتي هكذا، ونسوي لغاية لما يتغير اللون كله. اوكي، وبعدين احط بقى الخل والكزبرة الخضراء، ونبقى نزود ممكن شوية زبدة كمان يبقى أفضل للطعم. هنا بقى هحط زبدة ونحط شوية كمان زبدة ونحط البصل وكرمل، الأول يشف مع التقليب، شوية ملح نونة وشوية فلفل نونة، ونقلب. يلا طبعا هيبتدي الكلام ده ينزل ميه، والميه بعد كده تبتدي تنشف، يبقى الكلام بتاعنا كده خلص. اوكي تمام، خلاص الكبده كده تمام. يلا ونخلينا هنا بقى نسلو نونه قبل السكر، خلي سكر جنبنا، ممكن نحط جوز الطيب دلوقتي اهي، نص معلقه صغيره، وخلي السكر جنبنا ونقلب. يلا، انا افضل في هذه الوصفه يعني السكر يكون بني،
اوكي خلاص السكر ايه ساح في الدنيا دي. نعمل ايه بقى؟ نحط ايه العصير ونقلب ونترك. اوكي سيب الدنيا دي كلها مع بعضها لما يتكرمل، يعني كل العصير ده هيجف ها ويتكرمل كل ده مع بعضه. اوكي ادي النسخه، هاخد دي واحطها على الكبده واقلب الاثنين مع بعض على النار. عشان نسيح شويه. يلا. وطبعا البصل المكرمل بيبقى لزج، لما بيبرد بيبقى لزج لما بيمسك بعضه لانه مكرمل ها. فايه هنفكه بس عشان نقدر نخلطه شويه كويسين مع الكبده. ناخد البايركس و نعمل كده. اوكي وبعدين نحط البطاطس بيوريه اللي طبعا ايه ترست مع زبده شويه لبن وكريمه عشان تنعم، ونبتدي نحطها. وبعدين نحط لها بقى شويه زبده سايحه كده على الوش، نحط زبده على النار نسيحها. بلاش نبعد كده شويه حراره بس كده تسيح، وبعدين نحطها على وش البطاطس. نرش بقى البقسماط. فين فرشة؟ بس كده. يلا ندخل الفرن بقى. اوبا تحمر بس ونطلعها. استنى عليها كده 10 دقايق تحمر ونطلعها ونقدمها بالراحة بالراحة. اوعى الهواء يا كريم يا رب. هكذا نقفل بس الفرن.